إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط قيم الإنسانية، أعلنها الرئيس وأخذت مصر بالثأر لشهدائها الذين غدر بهم الإرهاب. هنا وبعد 5 سنوات تخلد ذكراهم بنصب تذكاري عنوانه شهداء الإيمان. قداس أقامته الكنيسة. ترانيم تصلى لأرواح الشهداء. نحن بنوجه الرسالة لكل مصري، افتخر انك مصري. الهدف ان اللي يجي هنا يفهم القصة، يعني عشان ما يبقاش جاي يسمع كلام متناقل غير دقيق، لا كل حاجة موجودة. تماثيل كانت المجسدة لشهداء مصر 21 بليبيا في مدخل الكاتدرائية. بانوراما توثيقية تحكي وتروي، ومتحف لمقتنيات الشهداء، لكن أرواحهم تظل حاضرة. أنا حاولت أجسد التماثيل كلهم في حجم واحد، يعني علشان ما يبقاش فيه تمييز. تماسك شديد بدا على أسر الشهداء أثناء حضورهم القداس، موضحين أن ما حدث لأبنائهم لا يزيدهم إلا قوة وإيمانا. بإرادة ربنا راضين، وغير كده مش عايزين. هم سافروا السماء مهللين، وإحنا بيهم فرحانين، بس بأمانة وحشونا كتير. الله عطانا القوة ان نحتمل الاستشهاد، وقوة عظيمة، وانا فخور بابني شهيد عصام. نشكر ربنا، وربنا ثبتهم في الايمان. ايوه هم وحشينا، بس هم رفع راسنا، ما تزعزعوش ولا حاجة. نشكر ربنا ثبتنا في الايمان زيهم. القداس شهد حضور اعداد كبيرة تثبت حقيقة لا تقبل الشك، أن أصالة التكوين المصري حاضرة بنسيجها، فالثوب الواحد لا ينفرط أبدا مهما حدث. سافروا حالمين وعادوا قديسين، 5 سنوات شاهدة على صبر الأهل والأصدقاء والأحباب على مصابهم في شهداء الكنيسة المصرية، متيقنين أن مصر ستنتصر دائما على كل محاولات الإرهاب. محمد خالد من مصر. رحم الله شهداء الوطن أينما كانوا. خلينا نرحب بالدكتور جرجس الجولي، أستاذ النحت الميداني في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا. يا دكتور جرجس، أهلا وسهلا بحضرتك، وعمل جميل الحقيقة، وعمل مهم لتخليد ذكرى شهداء الوطن الحقيقة اللي راحوا بيد الغدر في 2015 على إيد الدواعش في ليبيا. أهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ارجوك يعني حطينا برضو في صورة التحضير لهذا العمل وحتى التنفيذ، استغرق منك قد ايه يا دكتور؟ هو العمل بدأ من حوالي 100 يوم. يعني طلب مني ان يفت الانبا بفنيتيوس مطران سمروت ان انا اجهز له تصميم يخلد شهداء مصر بليبيا، اللي هم 21 شهيد اللي استشهدوا على ساحل مدينة سرت في 2015. وعرضت على اليافت تصميمين، اختار منهم واحد اللي احنا نفذناه دوا. وعلى الفور يعني بدات في تجميع الداتا او الصور الشخصيات من خلال النت ومن خلال بعض الكتب والايقونات. بدات انحت في الشخصيات ال 21 شهيد. ولما اطمنت ان العمل اكتمل والشخصيات اتحقق الكاركتر فيها، بعدت جبت اهالي الشهداء عشان يشوفوا بقى الاشكال، ولو كان حد ليه ملاحظه علشان يبدوا ملاحظاتهم، ونطمئن ان احنا ماشيين صح. صحيح. لما اطمنا بشكل كبير يعني الا ان الشخصيات مقاربه في الشبه بالشهداء، ابتديت انتجهم بخامه الخرسانه المسلحه. ده الحقيقة شغل رائع الحقيقة، وشغل مهم جدا في تخليد ذكرى هؤلاء الأبرياء يعني اللي سقطوا بيد الخسة
على ايد داعش في ليبيا في سرت تحديدا في 15 فبراير 2015. فبشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور جرجس الجولي، شكرا لحضرتك، وان شاء الله يعني نتمنى ممكن في العام القادم مثلا نشوف ان شاء الله نصب اخر بيجسد الثأر بقى، لان يوم 15 حصلت هذه الواقعة الخسيسة، يوم 16 طلعت قواتنا وخدت بطارهم من اللي قتلوهم ومن ارتكب هذه المذبحة بحق الأبرياء. الحقيقة يعني وكانت الرسالة قوية وسريعة وموجعة الحقيقة يعني.